الراجل اللي كان كيصلي بالناس في المغرب والعشاء، كيمشي من الدار من هنا مع العصر كيصلي المغرب والعشاء، من حكم بأن الجامع ما كيكونش الناس فيه بالنهار، كيصلي هو غير المغرب والعشاء، ولما تبقى كيصلي في الجامع اللي عندنا هنايا في طماريس. أدى الواجب ديالو، جاي هو وليدو، قطع الرومبا، قطع الطريق، قطع الشانطي باش يركب، وجا عندي ولقيت المكالمة ديالو قبل ما يجي عندي. في ديك اللحظة اللي دار فيها لاكسيدون لقيت المكالمة ديالو، مسكين قال لي عمري لي آسي وحطي لي تنجي. قلت لي واخا، وانا كنتظر فيه باش يجي، وهو راه دير اكسيدون وانا كنتظر فيه كيش بغي يقبض الطاكسي باش يجي هنايا لطماريس. جوج طوموبيلات جايين بواحد السرعة مفرطة، يعني كيلعبوا في الشانطي، السياق قبلو كيلعبوا فيها حتى هي. الطوموبيله تقلبات في الرومبا، ما لقاش من دوز، تقلبات في الرومبا، كانت غتضرب الوليد، هو الاول اعتق وليده، لاح بواحد السرعه جات فيه هو، تلقى الضربه ديالو، مسكين ضرب الكرش ديالو، تهرس كله، اعضاء ديالو كلها مشات، الله يرحمه. كي عين الاسره فيها ثلاثه الوليدات، وفيها انا وفيها امهم، الام ديالو والصغيرة، عندي بنية يلاه عندها عامين وربع شهور، وليد اللي كان معاه، وواحد الوسط وسطاني كلهم تيقراو هادو، وكاينة أنايا، وأنا إتمة الوالدين راه عندي غير هو والله، حاطة راسي غير عليه هو، والله تبارك وتعالى، حق راجلي ما يضيعوش ليا، حق دوك الوليدات ضاعوا في باهم ما يضيعوش في حقهم. على الاقل غير باش يكونوا واحد شويه، راهم باقيين صغار، دريه صغيره عندها عامين جم يكبرها، ضاعت في باها ما ضاعش في حقها. كنتمنى من الله ياخذوا حقه، ما يخلوش حقه يضيع. ثقتنا في القودات وثقتنا في الجندارم الحمد لله، راه كيعرفوه، راه كيعرفوه مزيان، وكيمشي عندهم لديورهم، كيقرا لهم في زياده وليداتهم، في زراديهم، وفي فرحهم، وكيصلي وراهم، وانا راه تيقى فيهم، راه بحال عائلتنا هنا، راه ما كاينش بزاف، راه بيناتنا غير شانطي. الحمد لله راه حنا ثقتنا فيهم كبيره، وما غيضيعوش ليا رزق ولادي. هذا السير ديالي اللي هو المحجوب، اللي هو امام مسجد اللي مورا المسجد اللي مورا كاربور. يعني الرجل راه جاي كما كيعرفوا الناس، جاي لدارو، عيط الاخت ديالي قال لها طيبي واحد البراد ديال سي، قالت لي ان شاء الله تدخل. كنتفاجئوا مع الوحده ونص، حيت الجندر ما عرفوش، ما لقاوش لاكارت ديالو، ما عرفوش لما يتصلوا بعد مجهود اش توصلوا للعائله ديالو اللي كاينه حدا الفوق كاربور. اتصلوا بنا العائله ديالو، كنتفاجئوا بلا جوج سيارات جايين بسرعه مفرطه، حتى الضربه ملي ضربت ان السياره ضربت وبشات 100 متر، حتى كالها روغار كبير، نقول لك ضاعوا فيه وليداته اللي هما بنيه عندها عامين وربعة شهور، وليداته وليد الكبير عنده 17، صار منه لا اله الا الله محمد رسول، عنده 11 عام. وكنطلبوا من الله قبل كل شيء ثم القضاء ديالنا الحمد لله اللي كنثقوا فيه كل ثقة، ينصفوهم ونطلبهم الله الخير قدام إن شاء الله. 4 سنين باش تزوج بالأخت ديالي، رجل طيب، ما عمري شفت منه شعار، وما هو ما شافش مني العار، وما عمري شفت منه العار، وما عمره كانت شي خصومة بيناتنا، يعني كدل على الطيبوبة ديالو. هو ملي كنهضر معاه كيقول لي تماك أعصاب ديالك ديرهم في الثلاجة، كيقول لي أنا إمام مسجد، أنا قدوة، ما يمكنش ليا نتعصب، بينما أنا كنتعصب وكذا وكذا، وكنشوفه سبحان الله ديك السيدة رزق الله الصبر. هو راه كان الاب ديالها، وكان الاخ ديالها، وكان الزوج ديالها، وكان طيبوبه كلها، وبشهاده ماشي غير الجيران، بشهاده الناس ديال طماريس، ولا الناس ديال الحي الحسني، ولا الناس ديال الولفه كيعرفوه. يعني ملي سمعنا عليه كنسمعوا تبارك الله هاد محبوب عند الناس، يعني ما كناش عارفين هاد المستوى اللي وصل لحب الناس ليه. وكنطلبوا من الله تكونوا بجنبه، بجنب وليداته، وتعاونوا معهم الاولى والاخره، تعاونوا معهم سبيل الله قبل من كل شيء.